حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. يمن مونيتور، كيف تقتل الولايات المتحدة الأمريكية المدنيين في اليمن خارج قوانينها؟ الموقع بوست، في حجة مناجم ذهب يجرفها العبث وتستفيد منها الميليشيا. ومن البيان، ماذا قال الرئيس الفرنسي ردا على طلب مغربية؟ وفي القدس، تعرف على البلد الوحيد الذي لا تحتاج تأشيرة لزيارته. أهلا بكم. يتساءل موقع يمن مونيتور، كيف تقتل الولايات المتحدة الأمريكية المدنيين في اليمن خارج قوانينها؟ أثار هذا التساؤل موقع جاست سيكيورتي المتخصص بالأمن القومي الأمريكي، والذي نشر تقريرا عن تأثير الضربات الجوية الأمريكية في اليمن ومدى توافقها مع القوانين الأمريكية في مكافحة الإرهاب. من قام بكتابة التقرير هم سارة كانوني المحامية الدولية والمستشارة السابقة في الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج إطار القضاء، الأستاذة في القانون الدولي في جامعة كمبوديا، وفارع المسلمي وهو باحث يمني ورئيس مركز صنعاء للدراسات. ويشير التقرير إلى وقائع زيارة نفذها الباحثان إلى محافظة مأرب شرقي اليمن مطلع هذا الشهر ضمن وفد غربي من صحفيين وباحثين دوليين. وقال التقرير الذي ترجمه يمن مونيتور، وبينما كان وفد من الصحفيين والباحثين الغربيين يزور مدينة مأرب شهر نوفمبر الجاري، قامت الولايات المتحدة بشن غارات لطائرات بدون طيار ضد أهداف لشخصيات يعتقد بانتمائها لتنظيم القاعدة في محافظة مأرب، وأسفر عن مقتل اثنين من المشتبه بهم كانوا يستقلون سيارة. وهذه الغارة هي واحدة من أكثر من 116 غارة أمريكية لطائرة بدون طيار منذ بداية العام، ولم يتصدر هذا الخبر سوى القليل من وسائل الإعلام. ولكن ساهمت هذه الضربة الجوية في خلق ظروف للحصول على معلومات ليتقاسمها محافظ مأرب مع الوفد الغربي الذي زار مدينته، وأثيرت تساؤلات خطيرة جدا حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتبع قوانينها الخاصة بقصف الطائرات بدون طيار، أو على الأقل فرض تلك القوانين على أرض الواقع. ننتقل الآن إلى زاوية المقالات، وفي الشأن المحلي نطالع مقالا للدكتور ياسين سعيد نعمان نشره على حسابه في فيسبوك بعنوان المعارك الصغيرة، وجاء في المقال: في كل المراحل التي تهيأ فيها اليمنيون لخوض المعركة الكبرى، كان هناك من يرى هذه الدولة نقيضا لمشروعه الفوضوي المتخلق في ثنايا بؤر استبدادية بمختلف ألوانها وأشكالها، أو رهنا لنزعة تسلطية لا ترى الدولة غير سلطة كل وظيفتها حراسة نظام الحكم الذي تأسس بالاستناد إلى نخبة وصلت إلى الحكم بالقوة فتعمل بكل الطرق على إعاقة قيام هذه الدولة. في آخر محطة من معركة اليمنيين الكبرى لإقامة تلك الدولة سلميا وبتوافق تاريخي نادر وبضغط شعبي شكل حالة ثورية اخترقت البؤر الاستبدادية ومعاقل الممانعة التاريخية لقيام تلك الدولة، بدا أن المعركة قد تخطت حاجز الممانعة التاريخي، غير أنه لم يفطن إلى أن أدوات حماية هذا المشروع تركت بيد نفس القوى التي أعاقت قيام هذه الدولة والتي راوغت بإعلان التوافق لتنقض على مشروع الدولة وتغرق البلاد في معركة الحد. إن الذين يخوضون معركة استعادة الدولة ومشروعها السياسي السلمي التوافقي لابد أن يكونوا جديرين بهذه المهمة التاريخية، وهم المعنيون قبل غيرهم بنبذ المعارك الهامشية والثانوية والتمسك بالمشروع الذي يحقق الحرية والمواطنة والاستقرار والسلام وحق الشعب في تقرير خياراته السياسية بدون مواربة أو تفسيرات مخادعة. الحرب طحنت اليمن ولا شيء يسوغ بشاعة ما ستتركه من آثار، بما في ذلك إنصاف الضحايا الذين تصدوا للانقلاب الدموي على شرعية التوافق السلمي
سوى إعلاء المقاومة كفعل قيمي منزه عن حاضنات الخذلان التي تراكمها هذه المعارك الصغيرة التي تتكاثر كالفطر المسموم. صحيفة الأيام تتحدث عن مجاعة ممكنة في اليمن، وذلك بعد دراسة مولتها الولايات المتحدة ظهر فيها أن آلاف اليمنيين يمكن أن يموتوا يومياً إذا لم يرفع التحالف العربي حصاره عن موانئ البلاد. وجاء التحذير بعد يوم من قول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن 2.5 مليون شخص في مدن اليمن المزدحمة لا يمكنهم الحصول على مياه نقية، مما يضاعف مخاطر انتشار مرض الكوليرا. وقالت شبكة نظم الإنذار المبكر من المجاعات التي استخدمت مقياس ABC المكون من 5 نقاط والمعترف به دوليا لتصنيف درجات الأمن الغذائي، إنه حتى قبل الحصار كان هناك 15 مليون شخص في أزمة الدرجة الثالثة على المقياس أو أسوأ. وتابعت قائلة إن الوصول إلى حالة المجاعة مرجح في العديد من المناطق خلال 3 أو 4 أشهر إذا ظلت الموانئ مغلقة. وقالت الشبكة التي أسستها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستحدث آلاف حالات الوفاة يوميا بسبب نقص الغذاء وانتشار الأمراض. وذكر التقرير أن المجاعة واردة كذلك حتى إذا تم فتح ميناء عدن في الجنوب، وأضاف أن كل الموانئ اليمنية يجب أن تفتح أمام الواردات الأساسية. وحول ذات الموضوع قال موقع المصدر أونلاين أن التحالف سيعيد فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء لاستقبال المواد الإغاثية الطارئة، حيث أعلن التحالف إعادة فتح ميناء الحديدة لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية الطارئة وفتح مطار صنعاء لاستقبال طائرات الأمم المتحدة. وكالة الأنباء السعودية واس نقلت عن قيادة التحالف أنها قامت بمراجعة شاملة لإجراءات التحقق والتفتيش المتعلقة بمنع تزويد الحوثيين وقوات صالح وأعوانهم بالأسلحة والمواد العسكرية. وذكرت الوكالة أن قوات التحالف ستعلن قريبا عن خطة عمليات إنسانية شاملة تهدف لمساعدة وإغاثة الشعب اليمني وتسهيل وصول المواد الغذائية لجميع المحافظات اليمنية. وأجددت قيادة التحالف دعوتها للأمم المتحدة لسرعة إرسال فريق مختص للاجتماع مع المختصين في قيادة قوات التحالف لمراجعة وتحسين آلية التحقق والتفتيش الخاصة بالأمم المتحدة. وفي الشأن المحلي أيضا نطالع في الموقع بوست مقالا للكاتب هائل سلام بعنوان عجائب السعودية. يقول الكاتب: من حوالي 3 أعوام والسعودية تخوض حربا شعواء في اليمن، حتى لا نقول على اليمن، بزعم مواجهة أذرع إيران في المنطقة. ومن حوالي 3 أعوام والسعودية نفسها تنتهج سياسات سعودة وتصمم حملات شعواء كذلك ضد من تصفهم بالمخالفين، وهي سياسات وحملات تطال أول من تطال المغتربين اليمنيين في السعودية بالنظر إلى كثرة اليمنيين هناك بفعل الجوار واتساع خط الحدود البرية تحديدا. وإن قلنا بأن السعودية دولة ذات سيادة وهي حرة، كل الحرية فيما تنتهجه من سياسات وما تقوم به من حملات على أراضيها، فسيبقى السؤال مع ذلك قائما: كيف لدولة تخوض حربا ضد ما تصفه بذراع إيرانية في دولة جارة أن تنتهج سياسات وتقوم بحملات تشمل أول ما تشمل مغتربي الدولة الجارة لديها؟ كيف لها أن تواجه ذراع إيراني كما تعلن وفي نفس الوقت تمد هذا الذراع بمناصرين وعلى الأرجح بمقاتلين جدد وكثر؟ أخلاقيات الجوار تقتضي أن تستقبل السعودية اليمنيين اللاجئين إليها فرارا من جحيم حرب دائرة في بلدهم حتى ولو لم تكن طرفا في تلك الحرب، فكيف إذا كانت هي نفسها طرفا رئيسيا في الحرب الطاردة هذه؟ لن يتذكر اليمنيون التدخل السعودي في بلادهم على أهميته بالنسبة إلى كثير منهم، بل سيتذكرون تضييقها على المغتربين اليمنيين وترحيلهم وإعادتهم عنوة وقسوة إلى الجحيم الذي فروا منه لاجئين، والذي تعد هي نفسها طرفا أساسيا بل وسببا رئيسيا فيه. في جبال مديرية أفلح الشام الشاهقة بمحافظة حجة، وكما يقول موقع الموقع بوست، يبحث العشرات من الشبان عن الذهب في مجموعات متناثرة ليل نهار سعيا للحصول على كميات من المعدن الثمين تنتشرهم من براثن الفقر المدقع وتحقق أحلامهم
في الثراء. تحتضن المديرية النائية أكبر منجم للذهب في اليمن، وهو نجم الحارقة الذي تم إنشاؤه من قبل شركة كانتكس الكندية عام 1996 بعد اكتشافها ما يزيد على 96 مليون جرام من الذهب. هيئة المساحة الجيولوجية تقدر احتياطي الذهب في منطقة الحارقة بمديرية أفلح الشام ب 30 مليون طن. وخلال فترة تنقيب الشركة الكندية التي امتدت إلى نحو 18 عاما، اكتسب أهالي المنطقة خبرة كافية في طرق البحث والتنقيب عن الذهب وكيفية استخراجه وتصفيته من الشوائب والاعتماد عليه كمصدر رزق. تكشف أرقام المنظمات الدولية والهيئات الرسمية كما يورد موقع التغيير نت أرقاما مفزعة عن وضع الأطفال في اليمن ومستوى الكارثة التي تسبب بها انقلاب الميليشيا على الطفولة في اليمن. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن الدكتورة ابتهاج الكمال دعت المنظمات الدولية الخاصة بحماية الأطفال إلى الاهتمام بأطفال اليمن وتكثيف برامج الحماية والتأهيل لهم. وقالت الكمال في تصريحات صحفية أمس إن وضع الأطفال والطفولة في اليمن ينذر بكارثة جراء ارتفاع عدد الأطفال المجندين وتسريب الكثير منهم من التعليم بسبب إغلاق المدارس واستخدامها ثكنات عسكرية. وبحسب تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا، فإن نحو 11 مليون طفل في اليمن ما دون 18 عاما يعانون من مشاكل صحية ونفسية وبحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. إذن لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية والعالمية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. المنصة برنامج تفاعلي نقترب منكم به أكثر، نعرض همومكم ونواكب اهتماماتكم. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة، نتشارك النقاش معا حول أبرز القضايا بحثا عن الحلول. المنصة، لأن بلقيس صوت اليمنيين. أهلا بكم من جديد. صحيفة الشرق الأوسط قالت إن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح كشف عن آخر الإحصاءات الرسمية للنازحين إلى المحافظة والذي بلغ 1,553,000 نازح، فيما كان عدد سكان المحافظة قبل الأزمة 348,000 نسمة يقطنون 477 قرية في 14 مديرية. ووجه المحافظ نداء عاجلا للمنظمات الأممية والإقليمية والمحلية بالتدخل الإنساني العاجل وتوفير كميات كافية من الغذاء والمياه ومستلزمات المأوى لتوزيعها على النازحين في المحافظة شهريا، إلى جانب رفض المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بالأدوية والأجهزة الطبية اللازمة ودعم الميزانيات التشغيلية لها لتوفير خدمات صحية وتقديم تدخلات عاجلة للتخفيف من معاناة النازحين وسكان المحافظة. ولفت إلى أن مخيمات النازحين المتناثرة على ضفتي سد مأرب وعددهم أكثر من 12 ألف نازح تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة كالغذاء والمياه والخدمات الصحية والمأوى. كذلك الحال في مخيم الخانق الذي يضم 5,190 نازحا ونازحة، إضافة إلى نحو 150 ألف أسرة نازحة في تجمعات متفرقة في كثير من المديريات. وحول مرض الدفتيريا وتطوراته الخطيرة، تقول صحيفة العربي الجديد بأن السلطات الصحية في محافظة الحديدة سجلت ثاني حالة وفاة بمرض الدفتيريا خلال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد المصابين المسجلين إلى 12 حالة. وأوضح رئيس هيئة مستشفى الثورة خالد سهيل للعرب الجديد أن الطفلة ياسمين إبراهيم عبد الله 5 سنوات من مديرية الحالي توفيت بعد 3 أيام من وصولها إلى المستشفى. الفحوصات أثبتت إصابتها بالدفتيريا ليرتفع عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 2 بعد أن توفي الطفل أحمد علي عبده من مديرية المنيرة. الطبيب سهيل طالب وزارة الصحة والمنظمات الدولية والمحلية بسرعة تقديم المساعدات الطبية
للحد من الوباء الذي يزيد انتشاره يوميا خاصة مع دخول فصل الشتاء. وفي الشأن العربي نطالع في جريدة الحياة مقالا بعنوان من يملأ الفراغ في سوريا للكاتب محمد علي فرحات، وجاء في المقال: بدأت أمس الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل نحو سلام سوريا، فقد اجتمعت المعارضة في الرياض للتداول في تأليف وفد موحد يمثلها في أي مفاوضات مقبلة. وفي اليوم ذاته قمة روسية تركية إيرانية في سوتشي لتقويم مسار أستانا لخفض التصعيد والتوصل إلى موقف مشترك من محادثات جنيف المقبلة التي يتفاءل فلاديمير بوتين بتوصلها إلى حل نهائي. وفي مكان آخر حقق المرشد علي خامنئي انتصارا على قوى سياسية داخل النظام الإيراني كانت ترفض التدخل العسكري في العراق وسوريا ضد داعش والنصرة. وإذا كانت للعراق حكومة تحصد هزائم التنظيم الإرهابي، فإن سوريا قائمة في الفراغ، تستوي في ذلك المناطق التي يحكمها النظام وحلفاؤه وتلك التي يتوزع حكامها الأتراك والأمريكيون والأكراد ومجموعات متنازعة ترفع شعارات إسلامية. سوريا الباقية دولة واحدة برغبة أبنائها المخلصين، ولكن أولا بتوافق كبار الإقليم والعالم. هي مجتمع أو مجتمعات تعي تعددها الديني والطائفي والعرقي، وإذا كان الشعب السوري ارتاح من وطأة داعش وجرائمه الغرائبية وإنكاره التراث بأوجهه التاريخية والطقوسية والفلكلورية، فلن يجد راحته بالتأكيد في شعارات حزب الله والفاطميين والزينبيين الذين تفتخر إيران بمسمياتهم في هزيمة داعش، ولن يجد راحته أيضا في تسيد النظام على مناطق سوريا مجددا. راحة الشعب السوري أن يستعيد معناه الثقافي والاجتماعي والإنساني، لا أن يستبدل فراغا بآخر من نوعه. رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على شابة مغربية طلبت منه مساعدتها للبقاء في فرنسا التي دخلتها بتأشيرة انتهت مدتها، وذلك في حديث رصدته عدسات التلفزة الفرنسية كما ورد بصحيفة البيان. فبعد خروجه من مراكز للمتطوعين في العاصمة باريس، تقدمت الشابة من ماكرون قائلة له إنها ترغب بالبقاء في فرنسا وناشدته لكي يساعدها. ماكرون سألها عن كيفية دخولها البلاد لترد عليه أنها استعانت بتأشيرة تجارية وقد انتهت مدتها وترغب في البقاء في فرنسا حيث يعيش والداها المريضان. ماكرون قال لها بأن القانون الفرنسي لا يسمح ببقاء الأشخاص الذين يدخلون البلاد بتأشيرة تجارية أو للدراسة، مضيفا أن فرنسا تعمل في المقابل على حماية الأشخاص الذين يقدمون طلبا للجوء السياسي وأمنهم مهدد في بلادهم. وشرح ماكرون للفتاة أنه من المستحيل إعطاء إقامة لكل الأشخاص المقيمين في فرنسا بطريقة غير شرعية، مضيفا أن عليهم العودة إلى بلادهم لا سيما في حال كانت تتمتع بالأمن. أما البلد الوحيد الذي لن تحتاج إلى فيزا لدخوله هو بحسب صحيفة القدس العربي رواندا، فقد اتخذت حكومة رواندا لجذب السياح إلى زيارة البلاد خطوة فريدة من نوعها، وأعلنت قبل يومين رفعها تأشيرات الدخول إليها عن مواطني جميع دول العالم بدءا من مطلع يناير 2018. وبحسب وكالة ARI الرواندية الرسمية، فإن الهدف من القرار هو رفع عدد السياح إلى البلاد وتنشيط القطاع السياحي. وقالت الوكالة إن الأجانب المقيمين برواندا سيتمكنون من دخول البلاد عبر إبراز إقاماتهم فقط، أما غير المقيمين فمطالبون بإبراز جوازات سفرهم وحدها، بينما سيدخلها مزدوجو الجنسية عبر البطاقات الشخصية. إلى موقع شبكة البي بي سي، والتي قالت بأن دراسة مصورة للكرة الأرضية كشفت ليلا عن سطوع الأضواء الصناعية المنبعثة من المدن بشكل متزايد واتساعها على نطاق أكبر في أرجاء الأرض. وأشارت الدراسة إلى زيادة نسبة المساحات المفتوحة على سطح الكوكب التي تضاء اصطناعيا ب 2% سنويا بين الفترة بين عامي 2012 و2016. ومع هذا يحذر العلماء من أن اختفاء الليل في العديد من البلدان له عواقب سلبية على النباتات والحيوانات وسلامة البشر. وأظهرت الدراسة أن التغيرات في سطوع الضوء اختلفت بصورة كبيرة مع مرور الوقت حسب البلد. فمثلا ظلت الولايات المتحدة وإسبانيا من أكثر البلدان إشراقا بالأضواء الاصطناعية،
دون تغيير، لكن معظم بلدان أمريكا الجنوبية وأفريقيا سجلت سطوعاً متزايداً، وكان عدد الدول التي خفتت أضواؤها قليلة مثل كل من سوريا واليمن، وذلك بسبب الحروب التي تشهدها. رحلة موغابي إلى السلطة في زيمبابوي لخصتها مجموعة صور نشرها موقع شبكة البي بي سي، ترصد مشوار حياته إلى توليه السلطة ومن ثم تنحيه مؤخرا. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء. بقليل من التأمل تكتمل الصور. أجندة، كونوا معنا.